هنعمل فتة بصارة. عارفين فكرة فتة الحمص اللي هي الفتة الشامية؟ خدناها احنا وعملنا لها تويست كده مصري، وحطينا عليها شوية تقلية، وسوينا الحمص فيه كزبرة وتوم ومعلقة صلصة. وعايزة اقول لكم انها عجبتكم جدا، وردود الفعل عليها كانت حلوة قوي. انا بقى خدت البصارة اللي هي المصري، هعملها بهنت شامي كده، يعني ايه تويست صغيرة. معانا نص كيلو فول مدشوش ومغسول ومنقوع على الاقل 3 ساعات اذا ما كانش اكتر، وانا افضل اكتشلي اكتر. بصلة، ثوم مفروم، كمون، كزبرة مجففين، نعناع مجفف، مية مغلية علشان هسلق الحاجات دي مع بعض، كوبايتين بقدونس وكزبرة وشبت وكزبرة مجففة كمان. هنعمل ايه؟ استنى، نسينا نقول لكم دول معايا عيش محمص، ومعايا بتنجان مشوي، مكعبات بتنجان متقطعه عليها زيت زيتون وملح وفلفل، ومحطوطه في الفرن، بتطلع باللذيذه دي، تتاكل حاف. طيب بس ايه ده، تحذير كده في الاول عشان لما تعملوها اعملوا زياده، علشان ايه، هي بجد تتاكل حاف. طيب هتعملوا ايه؟ اول حاجه هحط الفول يتسلق، ولما يدخل فيه سوا بعد شوية هبتدي اضيف له بقية المكونات عشان يطلع المنظر اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بص، مية مغلية، وايه، هنحتاج مية مغلية تانية هنحط فيها، هي مغلية بتغلي، حط فيها الفول المدشوش وهحط فيها ايه كمان. بصوا انا هسيبها تغلي كده، بعد شوية هحط باقي المكونات دي كلها، بس هغلي معاها ايه، البصل. طيب ساعة كده وبعدين نضيف ايه، باقي المكونات. طيب عشان لما نضيف باقي المكونات دي كلها هيطلع المنظر اللي جوع ده. بصوا، طيب المنظر اللذيذ اللي يجوع ده هنجيبه بقى معانا هنا عشان ايه، نضربه. جاهزين؟ مش عارفه ليه حاسه ان انا محتاجه ازود لها حاجه خضره، فانا هاخد شويه من الفريش اللي قدامي، بس يعني ايه، انتوا في المطلق المفروض تبقوا مزودين الخضره، يعني اللون يبقى اخضر من ده شويه. انا مش بحب اضربها قوي، انا بحبها يبقى فيها قطع، لان هي حاجه بتتاكل مش بتتشرب. هاخدها دلوقتي احطها على النار، شايفين القوام؟ طب ما تقليها يا ساندرا من قبل ما تضربيها، هتاخد منكم وقت ومجهود اكتر بكتير، فبسيب فيها شويه سائل، وبعدين بعد ما تغلي، بعد ما اضربها اسفه، ابتدي ايه، احطها تاخد غلوه، فهتتقل شويه، هتتخلص من شويه من السائل اللي فيها. خلونا نتخيل ان فات مثلا ساعة، هعمل ايه؟ هضيف باقي المكونات بتاعة البصارة اللي قلت لكم عليها كلها، التوم، الكزبرة، في ناس بتحب تعمل طشة للبصارة، انا مش ضد الفكرة، بتطلع لذيذة، ممكن كل مرة نعملها بطريقة مختلفة. خضرة بقى اللذيذة بتاعتنا اللي انا ودايما اقول لكم ايه هي دي المفتاح، ان انتوا اي وجبة تحسوا انها مش دايت تحولوها لوجبة عادي جدا تاخدوها في اليوم الدايت بتاعكم باستخدام كمية خضرة محترمة. فايه، بحبحوا ايديكم كده في الخضرة اهو.